على حس بقى الويدنج دريس، بتعرفي تزغرتي؟ طبعا انا مذيعه الراديو الوحيده اللي بتقفل برنامجها كل حلقه بزغروطه. عشان كده بقول لك قولي لي بقى، يلا اشجينا كده في زغروطه حلوه. بالراحة كده عشان الناس ما تتفرج علينا. حاجة كده تلعلع. لا تلعلع ايه؟ تلعلع دي هتبقى مشكلة. هنلم علينا الناس.